تعتبر الرقابة البرلمانية المتمثلة في مجموعة من الأدوات كالأسئلة أو الاستجوابات أو إنشاء لجان تحقيق تعتبر أساسا في مسيرة العمل البرلماني وركنا أصيلا في الدور المنوط بالبرلمانيين، إضافة إلى أنها مؤشر صحي في الحياة الديمقراطية النيابية. لذا حرصت مملكة البحرين خاصة بعد التعديلات الدستورية على استقلال الجسم التشريعي وإعطائه كامل الصلاحيات لممارسة مهامه الرقابية إلى جانب المهام التشريعية. البعد الرقابي هو ركيزة جوهرية في العملية الديمقراطية وحجر الزاوية في عملية الإصلاح، ولذلك نجد مجلس النواب شرع في استخدام الأدوات الرقابية كلما دعت الحاجة إليها. فمن خلال لقاء أجريناه مع أحد السادة النواب استعرضنا بشكل سريع أهم تلك الأدوات. وجود الرقابة الشعبية من خلال مجموعة من الأدوات اللي هي الأسئلة البرلمانية اللي هي في أدنى سلم قوة الرقابة. الأسئلة البرلمانية هي سؤال فردي وشخصي موجه من نائب إلى وزير، يطلب منها بعض المعلومات من الوزارة المعنية، وعادة لا يتبعها أكثر من سؤال وجواب. للجان التحقيق أهمية خاصة في الواقع، لأن هي يجب أن تكون ذات مصداقية حيادية، يكون أعضائها من ذوي الخبرة أو التخصص، وهذه ضمن الأربع أشياء اللي مطلوبة في لجان التحقيق وأعضائها. ومع إلقاء النظرة الفاحصة لأهم ملامح استخدام السادة النواب لدورهم الرقابي خلال أدوار الانعقاد التشريعية المختلفة، نجد أن هناك إشادة بإجراءات مجلس النواب الأخيرة في تفعيل دوره الرقابي، لا سيما وأنها جاءت متوافقة مع أهداف وطموحات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. شهدنا ارتفاع نسبة أيضا استخدام الأدوات الرقابية في المجلس، مما يعني أن هناك حرية في استخدام هذه الأدوات الرقابية، هناك تنسيق ما بين الكتل. بالتالي احنا نعتبر أن المسيرة النيابية حتى الآن تسير باستقرار وثبات، وهذا شيء جدا مهم. احنا ايضا نشهد ان هناك توسيع في الصلاحيات التي تعطى لمجلس النواب. لا شك بان التجربة البرلمانية القصيرة خلال الفصول التشريعية الثلاث في 12 سنة الماضية، مارس النواب كامل الصلاحيات فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية من السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، وأيضا فيما يتعلق بإقرار الميزانية العامة. بعد التعديل الدستوري الأخير في 2012 أضيفت تحسنت بعض الأدوات الرقابية كالاستجواب، وأصبح من اللجان إلى الجلسة العامة، وهذا تعديل مهم بالنسبة للاستجواب. التعديلات الدستورية الأخيرة التي أوصى بها حوار التوافق الوطني والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة استهدفت تطوير أداء السلطات التنفيذية والتشريعية لتعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية التي نص عليها الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.